حجاج بيت الله الحرام يتوافدون على مشعر منى لقضاء يوم الترويه. الحكومه تؤكد الالتزام بمعايير حقوق الانسان في مناطق المواجهه مع الارهاب. البعثة الأممية تعرض اتفاقا نهائيا على الفرقاء الليبيين وتعتبره الخيار الوحيد والأخير. نشرة الأخبار من النهار اليوم، مرحبا بكم. البداية من الأراضي المقدسة، حيث تواصل قوافل حجاج بيت الله الحرام منذ الساعة الأولى من فجر هذا اليوم التوافد على مشعر منى لقضاء يوم التروية اقتضاء بسنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك قبل توجههم غدا إلى صعيد عرفات. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وسط أجواء روحانية مفعمة بالإيمان والطمأنينة، انطلقت قوافل الحجيج إلى منى لقضاء يوم التروية اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتلبية لنداء خليل الرحمن إبراهيم، بعد أن أتوا من كل فج عميق إلى أطهر بقاع الأرض ومهد الرسالة، تاركين المال والأهل والولد، طامعين في مغفرة الله ورضوانه. وقد بشرهم الحبيب المصطفى بأن من حج بيت الله الحرام ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بهذه التلبية الصادرة من قلوب أجناس شتى وحناجر أقوام مختلفة، يستعد الآلاف من الحجاج الذين جاءوا من كل فج عميق للوقوف على صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج، طامعين في رحمة الله عز وجل أن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا. وجريا على العادة تكتسى غدا الأربعاء الكعبة المشرفة بحلة جديدة لتكون في استقبال الحجيج بعد عودتهم من عرفات. البعثة المصرية أعلنت أنها انتهت من تجهيز مخيمات الحجاج المصريين بمنطقة المشاعر المقدسة بعرفات ومنى استعدادا لتصعيد الحجاج. وزارة التضامن الاجتماعي استعدت هي الأخرى لتصعيد الحجاج بتوفير 220 أتوبيسا مع وجود 10 أتوبيسات احتياطية أخرى، هنيئا لمن رزقه الله الوقوف بجوار قوم يرجون الله بقلوب محترقة ودموع مستبقة. فكم فيهم من خائف أزعجه الخوف وأقلقه، ومحب ألهبه الشوق وأحرقه، وكم هنالك من مستوجب للنار أنقذه الله وأعتقه في هذه الأيام الذي يطلع عليهم أرحم الرحماء فيها ويباهي بجمعهم أهل السماء. محمد شهود، النهار اليوم. أكد مجلس الوزراء أن الدولة تتبنى خططا شاملة لمكافحة الإرهاب بمناطق شمال سيناء، وخاصة في ظل تعرض مصر لعمليات إرهابية في مثلث رفح والشيخ زويد والعريش. قال المجلس في بيان له إن الحكومة حرصت على تبني تلك الخطة الأمنية مع الالتزام بمعايير وقواعد حقوق الإنسان الدولية المتعارف عليها، وذلك لضمان الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين والحد من معاناتهم من الظروف المعيشية من خلال تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين من المواجهات الأمنية. تمكنت القوات المسلحة من القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة شديدة الخطورة بمنطقة الواحات البحرية خططت لارتكاب هجمات في عيد الأضحى. وأكد المتحدث العسكري تصفية 10 من عناصر هذه البؤرة وإصابة آخر. وفي اليوم 15 لعملية حق الشهيد، أكدت القوات المسلحة مقتل 9 من العناصر الإرهابية والقبض على 17 مشتبها به. في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة المدنية لإحكام السيطرة الأمنية على الأراضي المصرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية واقتلاع جذور الإرهاب
ومنع تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات إلى داخل البلاد. وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة، تم رصد تمركز ونشاط لبؤرة إرهابية مسلحة بمنطقة الواحات البحرية غرب البلاد. وفي ضوء هذه المعلومات، قامت عناصر من التدخل السريع مدعومة بعناصر من قوات الصاعقة والقوات الجوية، وبمعاونة القوات المخصصة لمكافحة الإرهاب من الشرطة المدنية، اليوم الاثنين الموافق 21 من سبتمبر 2015. بالتعامل مع البؤرة الإرهابية ومنعها من تنفيذ مخططاتها للتسلل وارتكاب عمليات إرهابية وإجرامية ضد الأهداف الحيوية والمصالح الأجنبية داخل نطاق محافظات الجمهورية خلال عيد الأضحى المبارك. وقد أسفرت هذه الحملة عن تحقيق الآتي: قتل 10 عناصر إرهابية وإصابة آخر تم إخلاؤه والتحفظ عليه، تدمير 3 عربات دفع رباعي مسلحة تستخدمها العناصر الإرهابية في تحركاتها وهجماتها الإرهابية داخل محافظات الجمهورية، تدمير مخزن يحتوي على كم كبير من الأسلحة والذخائر والمتفجرات، تفجير برميلين بداخلهما مواد ناسفة وضعت لعرقلة تقدم القوات ومنعها من ملاحقة العناصر الإرهابية والإجرامية، تدمير عدد من الدراجات البخارية التي تستخدمها العناصر الإرهابية في التنقل عبر الدروب الصحراوية، ضبط عدد من العبوات الناسفة ودوائر النسف. هذا وتؤكد القوات المسلحة مجددا على تعهداتها بالتعاون مع الشرطة المدنية للدفاع عن كل شبر من أرض مصر وفقا لقواعد وضوابط القانون مهما كلفها ذلك من تضحيات، للحفاظ على أمن واستقرار الوطن وحماية شعب مصر العظيم. يأتي ذلك تزامنا مع مواصلة قوات إنفاذ القانون تنفيذ العملية الشاملة حق الشهيد لليوم 15 على التوالي، حيث شهدت العمليات رصد ومداهمة عدد من الأوكار والبؤر الإرهابية والإجرامية تتحصن بها العناصر الإرهابية، وتمكنت من القضاء على 9 من هذه العناصر المسلحة خلال تبادل لإطلاق النيران، والقبض على 17 فردا من المشتبه بهم، واكتشاف وتدمير عدد من العبوات الناسفة تم زرعها لاستهداف القوات القائمة بالتفتيش، وتدمير 7 عربات أنواع مختلفة و14 دراجة نارية، وحرق وتدمير 28 عشة ووكرا تستخدمها هذه العناصر للانطلاق لتنفيذ عملياتها الإرهابية. وفي إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم المادي والمعنوي للمواطنين المتضررين من العناصر الإرهابية بسيناء، قامت القوات المسلحة بفتح عدد 2 مستشفى ميداني بمنطقتي رمانة وبئر العبد لتقديم الرعاية الطبية للمواطنين من أبناء سيناء الحبيبة، وتوزيع 2250 كرتونة من المواد الغذائية والمياه المعدنية، و1500 بطانية، و600 شنطة أدوات مدرسية لمختلف الأعمار. قال المتحدث العسكري ان القوات البحرية تمكنت من ضبط 5 اطنان من نبات البانجو داخل فلوكة مشبوهة امام جزيرة الجفتون على ساحل الغردقة. وفي سياق متصل اعلن المتحدث انقاذ لانش سياحي وعلى متنه 20 سائحا بالاضافة الى طاقم المركب من الغرق، حيث تم سحب اللانش الى اقرب نقطة بحرية وتم تقديم الرعاية الطبية والادارية اللازمة لهم.
وجه أمن الشرقية حملة موسعة استهدفت أخطر البؤر الإجرامية بمدينة أبو كبير، وتمكنت قوات الأمن من ضبط 7 قطع سلاح ناري و195 طلقة نارية و500 كيلوغرام من مخدر البانجو و500 جرام من مخدر الحشيش و250 جراما من مخدر الهيروين. أكدت اللجنة العليا للانتخابات أن لجان رصد مخالفات الدعاية الانتخابية تراقب حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين على المقاعد الفردية والقوائم خلال هذه الفترة وخلال أيام عيد الأضحى، وذلك لرصد أي مخالفات للدعاية باستغلال المرشحين للعيد في الدعاية لأنفسهم بالمخالفة للضوابط. وقرر اللجنة الخاص ببدء الدعاية الانتخابية يوم 29 من سبتمبر الجاري. قالت مصادر باللجنة العليا للانتخابات إن لجنة رصد المخالفات ستحقق في أي شكاوى تقدم إليها ضد أي مرشح يخالف قواعد الدعاية الانتخابية، وستتخذ بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة. ونتحول إلى الشأن العربي، حيث سلمت البعثة الأممية أطراف النزاع الليبي نسخة الاتفاق السياسي النهائية، معتبرة أنه الخيار الوحيد أمام الليبيين كي لا تسقط البلاد في فراغ سياسي ومصير مجهول. وفي تصريحات له بمدينة الصخيرات المغربية، أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون أن مهمته قد انتهت، وأشار إلى أن الأمر الآن متروك لأطراف الحوار للموافقة على الاتفاق أو لرفضه. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن عبر الهاتف المستشار السابق للجيش الليبي رمزي رميح. بداية، ماذا سيتم فيما يتعلق بالشأن الليبي؟ هل سيتم رفض هذه المبادرة أم قبولها؟ أولا أهلا بقناة النهار وأشكرها على متابعتها للشأن الليبي في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها. واجب علينا يا فندم. ثانيا، كما ذكرت في تقريركم أو في الخبر أن ليون صرح بأن مهمته انتهت. هو فعلا مهمته انتهت، ولكن أي مهمة؟ هي مهمة تعميق الأزمة الليبية وضرب النسيج الاجتماعي الليبي وزيادة الفرقة وزيادة الفجوة بين الليبيين. ودليل ذلك أختي الكريمة مظاهرات العاصمة التي امتلأت بها ساحات بعض المدن في ليبيا، التي قالت ليون باللغة الدبلوماسية بيرسون نان غراتا بأنه شخص غير مرغوب فيه ويجب أن يرحل. نحن نؤكد تأكيد كامل على ما ذكره الرئيس المشير السيسي في أحد خطاباته أن العالم ينظر إلى الإرهاب بمعيار مزدوج. كيف يتسنى يا أختي الكريمة أن تقوم بعثة الأمم المتحدة ببيان استنكاري واستهجاني لضربات الجيش الليبي لداعش في بنغازي؟ يعني تناقض ما بعده تناقض. طيب، إذا السؤال أستاذ رمزي حتى يكون الأمر واضحا، إذا هذا الاتفاق من المفترض أنه سيتم الموافقة عليه أم لا؟ هذا الاتفاق أختي الكريمة سوف يعرض على مجلس النواب الشرعي، وسوف يعرض أيضا على رجال القوات المسلحة الليبية، وسوف يعرض أيضا على عمداء البلديات وعلى منظمات المجتمع المدني. إذا وجدنا هذا الاتفاق يمس بالأمن القومي الليبي ويهدد دول الجوار وعلى رأسها مصر ويستنزف خيرات وثروات ليبيا ويعمق الأزمة في ليبيا فلن يقبل. لا يهددنا اليون ولا غيره. يوم 20/10 هو نعم يوم انتهاء البرلمان الليبي، وأنا كنت في القاهرة منذ يومين وتقابلت مع شخصيات من أعضاء مجلس النواب وأكدوا لي بالحرف الواحد وقالوا لي مجلس النواب لديه بدل الخطة 10، هناك خطة وضعوها القبائل، هناك خطة وضعوها مجلس حكماء ليبيا ومنظمات حقوقية. نحن أحرص من غيرنا على مصلحة ليبيا. الفراغ الدستوري الذي يتكلم عنه اليوم، نحن أحرص بملء هذا الفراغ. وبالتالي الاتفاق يحافظ على نسيج اجتماعي
ويلملم الصفوف ويحمد الجراح سوف نقبل به، وغير ذلك سوف نضرب به عبد الحائط كما ضربنا بغيره. نعم نعم أستاذ رمزي رميح المستشار السابق للجيش الليبي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. نتحول إلى الأراضي المحتلة، حيث استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب الخليل، كما أصيبت فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال أثناء عبورها لحاجز عسكري بوسط الخليل. وفي هذه الأثناء فرضت قوة الاحتلال حصارا عسكريا محكما على القدس القديمة والمسجد الأقصى المبارك، ومنعت المواطنين ممن تقل أعمارهم عن 40 عاما من الدخول إليه لصالح اقتحامات جديدة للمستوطنين، وذلك تزامنا مع ما يسمى بعيد الغفران. في اليمن سيطرت القوات المواليه للشرعيه على 3 تلال شمالي مأرب بعد معارك مع الحوثيين. ياتي هذا بينما ارسلت قوات التحالف العربي والجيش الوطني تعزيزات عسكريه الى المحورين الغربي والشمالي في مأرب، حيث تخوض مواجهات ضد ميليشيات الحوثي وصالح. كانت قوات الشرعية قد نجحت مؤخرا في التقدم على جبهات عدة في مأرب، ومن جهة أخرى أسفرت اشتباكات بين المتمردين وقوات المقاومة الشعبية في تعز عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، كما اندلعت اشتباكات في منطقة ثعبات وسط قصف مكثف لميليشيات الحوثي وصالح على مواقع المقاومة وأحياء سكنية، أسفر عن مقتل 9 مدنيين. أهلا بكم من جديد. تعاني محطات الوقود بمحافظة أسيوط من عجز مفاجئ في بنزين 80 و92، وضع أثار غضب الأهالي الذين اصطفوا بسيارتهم في طوابير طويلة أمام المحطات، خاصة بعدما وصل الانتظار لأكثر من 6 ساعات. ومن جهتها تكثف مديرية الأمن من خدماتها الأمنية بالمحطات لتنظيم السيارات والحد من المشاحنات بين السائقين. هذيك شايف الطابور ها، واخد بالك، فاهم يعني الحالة كده، نيجي نمول نلاقي الطابور واخد بالك واقف زي ما هو، نقعد اكتر من ساعتين في الطابور. البنزين والسر المتوفر اللي عامل الازمه دي الشعب، الناس واخد بالك بيخش بيعبي العربيه مره واثنين وثلاثه ويفضل جراكن بره، الجراكن ديات والعربيات واقفه اخر الدنيا، والجراكن شغاله ما تعرفش من رايحه فين، يبقى ده سكسوده ولا مش سكسوده، ده استغلال يا عم. وقبل يومين من عيد الأضحى تشهد القاهرة والمحافظات حركة رواج واسعة لعمليات بيع الأضاحي واللحوم. مراسلنا كريم الشيخ يرصد لنا الأوضاع وهو بالفعل في محل جزارة الآن، إليك كريم. نعم، يعني بالفعل بدأ عدد من المواطنين يتوافدون على أسواق اللحوم لشراء يعني احتياجاتهم من اللحوم لعيد الأضحى المبارك. أعداء الله علينا بالخير واليمن والبركات. معنا الحاج سيد محمود وهو جزار سامح محمود. عاوزين حضرتك تكلمنا عن يعني هل في إقبال من المواطنين على شراء اللحوم هذا العيد ولا لا؟ لا، يعني هو اخف شويه يعني السنه اللي فاتت وعلى اللي قبلها من الغلا. يعني السنه اللي فاتت كنا بنبيع ب 60 و65، النهارده ب 90 جنيه وب 85 جنيه، الفقير هيعمل ايه؟ وكتر خير السيسي ان ربنا يوفقه ونزل عربيات الجيش علشان خاطر الفقراء تاكل، الغني ياكل الفقير ياكل. يعني عربيات الجيش في النهايه انا يعني باستطلاع راي عدد من الجزارين شايفين انه ده اثر على سوقهم، هل ده حقيقي؟ نعم نعم اثر على السوق، وربما ان ترخص بعد العيد، يعني ربنا يبارك له. ومجمعات نزل فيها لحم برضه سوداني ولازم لحم كده، ونزل خرفان. احنا عندنا ب 90 وب 95 لان احنا بناخده غالي من المذبح، يعني احنا بيوصل لنا من المذبح هنا ب 80 جنيه هتاخد 5 جنيه خسيه وبتاع، ونشكر ربنا على كل حال. يعني الاقبال حضرتك بتقول انه ضعيف مقارنه، طب الاسعار السنه دي ليه زايده؟ عشان العلف، العلف زاد، الذره والكزب والحاجات دي زاد الضعف، فطبعا الفلاح بيديك غالي. احنا كنا بناخد ب 25 النهارده ب 35، ففي فرق بين السنه دي والسنه اللي فاتت 10 جنيه في الصاحي، فهنعمل ايه؟ غصب عننا، يعني الغلط ده غصب عننا.
ولولا ان الجيش تدخل كده كانوا هيوصل كيلو اللحمه ب 110. انتوا بتحطوا على او اللحمه بالخصيه بتاعتها، ايه السبب في حاجه زي كده؟ عشان يبقى ذكر، اما يجي الطب البيطري يبص عليه يعرف ان ده ذكر مش عزبه. ويب... ده في هدف منه يعني الحكومه منبهه عليكم؟ اه طبعا، ممنوع الدبيع خارج السلخانه، بيبقى فيها محضر وفيها جنايه، فاحنا بندبح على طول في قلب السلخانه، ويجي هو يبص للخصيه يعرف ان ده ذكر، ويبص بعد كده على الخد والعلامه السريه. بشكرك الحاج سيد حسن ابو سامح، بشكرك على تواجدك معنا، عوده ليك مره اخرى في الاستوديو. نعم كريم، شكرا جزيلا لك، وكل عام والكل باذن الله بكل خير، شكرا جزيلا لك. في الغربية أنهت المحافظة من الاستعدادات الخاصة بها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة لمواجهة الحالات الطارئة. ومن جانب آخر، تشهد محال الجزارة حالة من الركود وعدم الإقبال على شراء كميات من اللحوم نظرا لارتفاع ثمنها بالمقارنة بمنافذ بيع اللحوم التي تشرف عليها أجهزة المحافظة. ان شاء الله اللحوم هتبقى متوفره، مفيش حد هيحاول ينزل مركز توزيع من مراكز او منافذ البيع اللي موجوده مش هيلاقي، ان شاء الله هتبقى الكميات متوفره بشكل مناسب وتغطي احتياجات المواطنين بشكل كويس. مديريه الصحه استعدت حاله طوارئ كامله، تم التنسيق مع وكيل وزاره الصحه في المحافظه على اساس تشكيل لجان من رؤساء المدن والاحياء والوحدات المحليه على المرور على جميع الوحدات الصحيه والمستشفيات العامه خلال ايام العيد للتاكد من انتظام الاطباء وأطقم التمريض بشكل منتظم خلال أيام العيد. طلب ركاب القطار رقم 735 والذين يبدأ سيره أو الذي يبدأ سيره من محطة أسوان في 7:15 صباحا حتى محطة إدفو، طلبوا بضرورة تغيير عرباته والتي لا تتناسب مع هذه المسافة الطويلة، وأيضا بإحلالها بعربات مميزة وتزويده بدورات مياه وزجاج للنوافذ، إذ أن معظم النوافذ لا يوجد بها زجاج مما يسمح بدخول كم هائل من الغبار والأتربة لداخل عربات القطار. الكراسي كلها يعني مخصص زي عربات المترو، ان هو الواحد يوقف وليس يجلس على كرسي، مع ان المسافه بعيده من اسوان للاقصر اللي يدفو يعني 120 كيلو، مسافه اكتر من ساعتين او ثلاث ساعات، المفروض يكون في كراسي اكتر من كده، يكون في دورات مياه، يعني ممكن في بعض المرضى في بعض المحتاجين ان يخشوا دورات المياه في هذه المسافه الطويله. يجب على المسؤولين ان يخصص هذا القطار للمحطات الداخليه في مدينه اسوان فقط، اما اذا كنا نعمل بين المراكز فتكون في عربات افضل ادميه من هذه العربات. الحركة الفعلية من أسوان لأكسبو بياخد ساعتين، في دورات مياه، عامة الكراسي ممكن مكفيش اللي قاعدين فيه، وعلى عامة من الآخر كده غير آدمي، يعني غير آدمي خالص خالص، ولا دورة مياه غير عين السنين ولا كبار السن ولا الأطفال. أتمنى تحسين القطار ده لأحسن صورة. وصلت مؤشرة البورصة ارتفاعها خلال تعاملات منتصف جلساتها اليوم مدفوعة بعملية شراء من قبل المستثمرين الأجانب، في حين مالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع. ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 1.5%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 بنسبة 2.5%، وارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 0.3%. ورياضيا، توج الزمالك بطلا لكأس مصر لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي بفوز على الأهلي بهدفين نظيفين في المباراة النهائية التي أقيمت باستاد بتروسبورت، ليحصد الزمالك الثنائية للمرة الثالثة في تاريخه وينجح في الفوز على الأهلي لأول مرة منذ عام 2007. سيبقى عام 2015 طويلا في ذاكرة جماهير الزمالك، إنه عام الثنائية الأولى منذ 27 عاما، فالدوري هنا بجوار الكأس داخل القلعة البيضاء، احتفالات صاخبة لجماهير حرمت من متابعة لقاء القمة أمام الأهلي داخل الملعب، لكنها أطلقت العنان لأفراحها في الشوارع وأمام النادي، فالبطولة جاءت على حساب الغريم التقليدي. كأس مصر رفض المغادرة وبقي داخل النادي الأبيض للمرة الثالثة على التوالي،
وكلمة السر باسم مرسي الذي أحرز هدفي اللقاء. غلط والفرصة والهدف الأول جاء. يا بصوا الذكاء راح فين، بصوا الذكاء راح فين. مكاسب الزمالك تعدت الحفاظ على اللقب، فكسر عقدة استمرت لثمان سنوات في لقاء القمة، كما حقق فوزا على الغريم الأحمر هو الأول في بطولة الكأس منذ 56 عاما. يلعب جوه المنطقة، جنش طالع، دي الثقة اللي قلت لحضراتكم عليها. أما خسائر الأهلي فربما كانت أكبر تأثيرا، فالفريق خرج من الموسم المحلي خالي الوفاض للمرة الأولى منذ 13 عاما، أمر لم تعتده جماهير الأحمر، ويمثل ضغطا كبيرا قبل ثلاث مواجهات محتملة مع الزمالك. فالفريقان يلعبان معا منتصف أكتوبر في السوبر، فضلا عن نهائي محتمل من مبارتين في الكونفدرالية. وختاما هذه تذكرة بأبرز العناوين. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون على مشعر منى لقضاء يوم الترويه. الحكومة تؤكد الالتزام بمعايير حقوق الإنسان في مناطق المواجهة مع الإرهاب. البعثة الأممية تعرض اتفاقا نهائيا على الفرقاء الليبيين وتعتبره الخيار الوحيد والأخير. انتهت النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.